مع هذه الجماهير الكتيرة ومع هذا الاستقبال الحار لعب الأهلي مباراة كبيرة. مردود ده على الخبراء والمحللين كابتن فاروق جعفر نشوف رأيه. كان مقنعا للغاية، وعلى ما يبدو أنه بابا فاسيليو زي ما حضرتكم كنتوا بتتكلموا هل دي كانت مغامرة ولا لا، على ما يبدو أنها كانت مغامرة ولكنها غير محسوبة. يعني أنا شايف المحلة النهاردة يعني شاف النادي الأهلي بطريقة تانية غير أي حد متوقعها. النادي الأهلي النهاردة بيلعب في الشوط الأول وحيدا، هو اللي بيعمل كل حاجة ويرجع الفضل لنص الملعب المدافع والأطراف بتاعته. كان النهاردة علي معلول وأكرم الاثنين بيأدوا بشكل كويس جدا، وبعدين بنتكلم على يانج وعمرو السولية النهاردة في أحسن حالاتهم، عبد القادر كويس جدا. عارف أقول الإضافة الكبيرة للنادي الأهلي وهو كريم فؤاد. انا كريم فؤاد مع اكرم الاثنين عاملين جبهه قويه جدا متعبه مرهقه، ان هم عندهم السلاح القوه السرعه الامكانيات. النهارده النادي الاهلي بيلعب شوط ما فيش اروع من كده احسن من كده. والشوط الثاني يعني يمكن محله حساباتها غلط، اتمنى ان محله الشوط الثاني تحافظ على ان النادي الاهلي ما يجيبش عدد اكتر في الاهداف. مع الكابتن فاروق جعفر يعني هقول لك الاهلي عمل كل حاجه، لكن هو بيتمنى ان المحله تتدارك الامر. وانا عايز اقول لك حاجه بقى، الناس اللي منتظره الاهلي يلعب 90 دقيقه كامله في كل مبارياته بشكل رائع، هو بالشكل الرائع بيجي لك منين؟ الالتزام بالخطه والتكتيك اللي هو مبني على تضييق المساحات، الجري بدون كره، التحرك المباشر وغير المباشر، الضغط على المنافس. ده محتاج قوه بدنيه هائله وجاهزية هائلة. لو انت هتنفذها 90 دقيقة تنفذها وانت الماتش هربان منك، لكن لما تشعر ان الماتش من حقك كلعيب، ما بقولش انك تتهاون خالص، بس مش هتبقى بنفس الإيقاع والقوة والسرعة، لان انت دوري عندك دوري طويل ومرهق. فالشوط الثاني برضه في السيطرة للأهلي وبرضه الفرص للأهلي، بس مش بجمال الشوط الأولاني. أيوه. لكن وبرضه ما تعرضتش أنت لخطورة. أيوه. وأديك شفت أنت كان لعيبتنا بتتعامل بهذا العنف إزاي؟ اللعيب وقعد على الأرض، واحد يفوت عليه يدوس عليه، يروح له يدوس عليه مش رايح للكورة، لدرجة أن هو نفسه كان هيصاب. رجله لما جت على ركبة أكرم لفت، كان ممكن، ويا ريتها حصلت عشان ما يبقاش يأذي حد. احنا ازاي يعني يجي لك ضمير وانت لعيب ده اكل عيشك بتروح لواحد ده اكل عيشه؟ غريبه جدا، لقطه من اغرب ما شفت في حياتي يعني. طيب الاهلي مع هذه السيطره اضاع فوز كبير، كان ممكن الفوز يكون اكبر من كده زي ما قال الكابتن وليد صلاح. كابتن وليد، المحله ما طلعش بالكوره بأكتر من باصتين ثلاث باصات، صح، في الوقت اللي النادي الاهلي فيه ضغط شرس من كل حته في الملعب. كلام مظبوط. انت الفرق الكبيره ليها شخصيه، ما بتغيرش طريقتها، ما بتغيرش الاستراتيجي بتاعها، لكن احسب انت بتلعب مين. واحنا قلنا الكلام ده، هل مستر بابا فاسيليو هيلعب بنفس الجراه دي زي ما لعب قدام الاتحاد؟ ضغط الاهلي غير ضغط الاتحاد، وبالفعل هو زي ما انت بتقول مش قادر يطلع بثلاث اربع باصات مع بعض الا باستثناء هجمه واحده. النادي الاهلي فرط في فوز ما لا يقل عن اربع خمس اهداف. أيوة. عندنا فرص وعندنا هجمات خطيره للنادي الاهلي، في هجمه وحيده للمحله، لكن بابا فاسيليو كمان لو كمل على الشكل ده ممكن يخسر خساره كبيره على ملعبه. هرجع اعلق نفس التعليق اللي قلته قبل كده، هو مطلوب ان الاهلي يسجل من كل فرصه؟ يا ريت، هنسعد جدا. فلما اكسب اثنين او ثلاثه يطلع فرط الاهلي في فوز، هو ما فرطش، مش نتيجه اهمال، هو التوفيق جالك في العاب وما جالكش في العاب اخرى. اللي عايزين نقوله يا جماعه، مش معقوله كل فرصه تضيع عايزينها يعني لازم تيجي جون. والاخطر منها يا استاذ ابراهيم، لو تهدد مرماك بشوطه خطر والجون بتاعك طلعها، تبقى الدفاع واحد، يقول لك كاد ان يكلف الاهلي هذا الاستطار، كاد ان يكلف الاهلي مع ان كولر قال لك انا ما بلعبش لوحدي. ما هو انت انا هتهاجم. لا، والجون جزء من عناصر الإجادة في فريقك، أما يطلع كرة كويسة ده دوره. واللعيب اللي شط من مسافات وانت مش يعني، ما حصل ان انت في اللحظة دي ما كنتش
يعني قافل عليه، هنقول لهم تكير ان ما حدش يشوط من الحتة دي. لازم لازم تخلي بالك انك تعالج هذا الكلام، لكن ما تبقاش نقط ننتقد بها اداء الاهلي. الاهلي لا ما يتقالوش امبارح غير ويل دان، برافو عليكم، روح عاليه للفريق في هذا الظرف اللي كله بيدعمه عشان يواجهك، ها، اللي مدربه عمل ما حصل على ما يريده عشان يلعبك من عقود وترضيات، وان جمهور المحله شعر ان اداره ناديه بتحاول تحقق له اسباب الانتصارات والسعاده، وكل الناس كان كل واحد في مكانه عامل اللي عليه. جه الاهلي كان محضر مفاجاه ان جمهور كبير جه وراه وانه استعد بشكل جيد ودراسه جيده، ما انشغلش بقى، ها، وده اللي انا عايز اقوله، وده اللي كنت انا نفسي يحصل مع الوداد، ما انشغلش بحاجات بره الملعب. ايوه ولو كنت بقول لك كده، احنا مستدرجين قوي ان احنا يعني نرصد حاله الظلم البين اللي حصلت لنا وعشنا معاها. وما تقوليش اللعيبه احنا فاصلينهم، كل الدنيا موصله على بعضها. والتليفون الملعون ده مخليك عايش في قلب الاحداث. طبعا والتعليقات. ففي الحاجات اللي زي كده واضح ان كولر في الماتش ده بالذات ما انشغلش بقى المحله بيحصل فيها ايه، ولا المدرب استقال ولا رجع. انا عندي فرقه شفتها بتلعب، انا هلعبها ازاي؟ هو ده في النهايه الملعب بيقول كده، مجهزني اتعامل مع اداء اللي قدامي، و يعني اضغط على مفاتيح لعبه واستغل نقاط ضعفه. هو ده كلام الكوره، وده اللي لازم يعيشه فريق الاهلي باستمرار. ده كلام مهم جدا. طيب كولر شاف ايه بقى؟ نشوف عماد متعب رايه كولر شاف ايه في المباراه دي. يمكن الراجل بيثبت لنا كل مباراه ان هو شايف حاجات احنا مش شايفينها. يعني المره الاولانيه كان كريم فؤاد، بالنسبه لنا لما لعب كريم فؤاد في مباراه الاسماعيلي على ما اعتقد كلنا استغربنا ازاي كريم فؤاد وعندي حسين الشحات وعبد عندي لعيبه ثانيه ممكن تلعب، وكريم فؤاد تالق ومتالق بسم الله ما شاء الله من اول يوم. بيرستاو كلنا يعني مختلفين، ليه مش محمد شريف؟ ليه مش شادي حسين؟ لا، بيرستاو بيسجل، والراجل اللي فكر فيها هو اللي حصل، المساحات اللي موجوده في خط ظهر المحله اتعامل معاه بشكل جيد، اكثر من فرصه راح بيها هدف قطع بشكل جيد جدا، علي معلول عمل له تمريره نموذجيه. القطع بقى والكره الخلفيه دي اتعملت مره ثلاث مرات، ده يبين لك ان في تدريب، في شغل واضح للعيبه في الملعب، اللعيبه بتنفذه شغل واضح للناس كلها، وبحيي اللعيبه ان هي بتنفذه. من شراسه الاهلي عنده شراسه، هو عايز الماتش من الدقيقه الاولى. افضل شوط للنادي الاهلي من فتره طويله، استحواذ، ضغط، فرص، تحرك لعيبه، مساحات بتخلقها اللعيبه في الملعب، على ما اعتقد ان هو شوط رائع جدا للنادي الاهلي، شوط مميز. طبعا شوط رائع للنادي الاهلي، كل الناس رصدت هذا الكلام، لكن الكلمتين المهمين جدا في كلام الكابتن عماد بصفته كان لاعبا عظيما عبقريا في جيل عبقري مع مدرب عبقري، فعارف يعني ايه شغل المدربين. فلما يجي يقول لك كولر عامل شغل كويس قوي وشغل رائع جدا وده شغل مدربين، ده راجل شايف حاجه عارفها، وقال لك ان كولر فاجئنا لانه شايف حاجه احنا ما شفناهاش. يعني هو حصلت مفاجاه فنيه للكابتن عماد في انه استغلال اللعيبه في الماتشات. الماتش ده كان يتوقع يشوف شريف او شادي، لقى تاو، ويوم يجي تاو يقطع، كابتن عماد يقول لك ايه شغل اللعيبه اللي بتقطع ده شغل مدربين. والجمل دي شغل مدربين طبعا. فده راجل لا يلبئك مثل خبير، مثل فنان. مثل فنان. خبير بقدر عماد متعب. لا، الراجل الحقيقه بيقول كلام موضوعي محدش يقدر يقول له انت غلطان.